فصيلة من ريفي دمشق، حسان تقي الدين مراسل شبكة شام. بداية أخي حسان، هل بالفعل سيطر الجيش على كتيبة التسليح في ضمير؟ وما هي أهمية هذه الكتيبة؟ فلو تضعنا بالصورة من عندك. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم نعم، السلام ورحمة الله. المعارك مشتدة وجارية على قدم الوساق في أضمير. الكتائب التسليح في ضمير تحتوي على أسلحة وذخائر، وتحتوي على أكبر مخازن للوقود الصاروخي لصواريخ أسكود. نعم، اليوم أعلنت الجبهة الإسلامية عن مقتل أكثر من 100 عنصر من جنود الأسد، نعم، إضافة إلى السيطرة على أجزاء من هذه المخازن التي تحتوي على الوقود لصواريخ سكود كما ذكرنا. نعم، في ظل الأوضاع الجارية في دمشق وريفها، اليوم في دمشق حملة مداهمات واعتقالات قامت بها قوات النظام صباح اليوم في منطقة الصالحية، أيضا إصابات جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من ساحة برج الروس في دمشق. في نعم، حي القابون الدمشقي قامت عصابات الأسد بقنص الشهيد سمير حبابي من أهالي مدينة يبرود نعم، في الغوطة الشرقية. قصف عنيف تركز على بلدة جسرين وأحدث إصابات جلهم من الأطفال والنساء واشتعال الحرائق في منازل المدنيين. أيضا في مدينة دوما غارات من الطيران الحربي، إضافة إلى سقوط عدة قذائف على المدينة خلفت جرحى من المدنيين. نعم، في مدينة استهداف المدينة قذائف الهاون وصواريخ ألقى شيء في مدينة يبرون في منطقة ريما بالتحديد. القصف عنيف من قذائف الهاون وراجمات الصواريخ نعم، بمحيط الأستراد الدولي زف مدينة المليحة وسقب كل من الشهيدين علاء غزال وعبد الله الحلبي إثر المعارك في معارك كسر الحصار عن الغوطة الشرقية. نعم. أخي حسان تقي الدين مراسل شبكة شام الإخبارية من دمشق، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل.